بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هناخد الجي اي تي. معلش طلب، بس لو جيت تقرا من الكتاب لوحدك كده فجأة او بصيت في الكتاب هتحس ان هو عبارة عن كلام ورا بعضه كده، مش تعرف تتخيل الموضوع، مش تعرف تفتكر ولا تفهم ولا تحفظ الموضوع. فرجاء سيب الكتاب من ايدك وبعد كده هنرجع للكتاب، والله حاضر زي ما بعمل كل مرة، ونقراه ونراجعه. يعني احنا بنحفظ مع بعض، بس قبل ما نحفظ احنا لازم نفهم. بس المرة دي انا بقولك لازم نتخيل، لازم نتخيل، لازم نتخيل. لو رجعنا بالزمن كده ايام ما كنا جنين، ايام ما كنا مبسوطين وما دخلناش كلية الطب لسه. ال9 شهور اللي ما كانش ورانا فيهم مذاكرة، انت بعد ال9 شهور دول بقى بتبدأ مذاكرة الطب تقريبا، وما بتخلصش الا ايه في الستينات كده. لو كمان انت كنت مبسوط في ال9 شهور دول، ف تنزل بعد ال9 شهور دول تلاقي نفسك في مصر فتتغم اكتر. لا يعني في مصر وكمان في طب، يعني الله يكون في عونك. لو جينا بصينا كده على زمان ايام ما كنا امباري وكان عندنا ماسورة، خلينا الاول ايه في البلدي، انا بحب الايه البلدي من الاخر كده. طب الساد البدوي كان عندنا زمان ماسورة كده. الماسورة دي ابتدى يتكون منها الريسبيراتوري سيستم، وابتدى يتكون منها الجي اي تي. الجي اي تي اصلا عبارة عن ماسورة بادئة ببق ومنتهية بالانوس. الماسورة دي تعال نرجع كده زمان ايام بداية تكوينها في الامبريو، كانت متقسمة 3 اجزاء. اول جزء الفورجت اللي متعلم عليه بالاحمر ده، وبعد كده جزء الميد جات اهو ده جزء الميد جات، وبعد كده اخر جزء خالص الهايند جات. يبقى عندنا فورجت، ميد جات، هايند جات. الفورجت ده لو خدت بالك بيبتدي بالفاركس، يمشي يمشي يمشي، هتلاقي حتة عاملة زي البالونة كده، حتة تخينة. من الاخر انا بمثلها بواحد عنده كرش، واحد عنده كرش، واحد نازل رفيع اهو فجأة بقى عنده ايه حتة تخينة، حتة كرش كده. الكرش ده هو الاستومك، هو الاستومك، المعدة. البض دي، البض اللي انت شايفها، الصوابع اللي انت شايفها دي اللي بعد كده هتبدأ تكون الليفر، تكون الليفر. ادي الميد جوت، دي الهايند جوت، دي الحتة الدايلاتيشن، دي الكلواكة. والكلواكة خلي بالك مقفولة بحاجة اسمها كلواكة الممبرين. لو جيت بصيت هنا على الميد جت، الميد جت بالظبط مكانها فين يا دكتور؟ هي بين الفور جت وبين الهايند جت. لو خدت بالك في الصورة دي الميد جت اهي، بين الفور جت وبين الهايند جت، بين الفور جت وبين الهايند جت. طيب الفور جت بتكونكت بحاجه اسمها anterior intestinal portal او anterior portal intestinal، والهايند بالبوستيريور، والديفينيتيف يولك ساك. اكيد فاكرين بقى اليولك ساك من الامبيريوم زمان، بالفيتيلو انتستاينال داكت، وماشي في الامبلايكال كورد، داخل هو على الامبلايكال كورد. فيتيلو انتستاينال داكت ماسكة بمين؟ ماسكة في الميدجت، ماسكة في الميدجت.
طب الهايند جت بقى اللي هي الأخيرة خالص، الأخيرة خالص دي الهايند جت قلت لك مسدودة بالكلوكال ممبرين، نسيت أقول لك إن مسدود كمان من فوق بالباكو فارينجال ممبرين، باكو فارينجال ممبرين، وتحت بالكلوكال ممبرين. خلي بالك من الحاجات دي عشان تيجي ام سي كيو. يبقى فوق مقفول بالباكو فارينجال ممبرين وتحت مقفول بالكلوكال ممبرين. هو التيل، هو الديل بتاع الامبريو التيل فولد، كودال اند ليه جزء كده كودال مقفول بالكلوكال ممبرين. اظن الكلام هنا لحد هنا سهل والرسمه سهله وموضحه كل حاجه. عايزين هنا نوضح حاجة واحدة بس بعيدا عن كل الكلام، ان هو بيقول لك ان ده الفاركس وبعد كده الفاركس بيبقى موجود في الرقبة، وده شايف ده ايه ده؟ اعمل زوم عليه كده، اعمل زوم 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 كمان زوم كمان، ايوه زوم بعينك كده، انا عايز يخش جوه عينك. ده حاجة اسمها respiratory diverticulum، respiratory diverticulum ده بعد كده اللي هيكون التراكية ويكون اللونج ويكون ايون respiratory system. مهمة دكتور في ايه انا محتاجه دلوقتي؟ في انا مش باخد respiratory دلوقتي، انا باخد جي اي تي. هقول لك ما هنا اللي بيبدأ بقى ايه تكوين الاسوفيجس. لما نيجي للامبريو بتاع الاسوفيجس هقول لك انت فاكر الريسبيراتوري دايفرتيكولم؟ تقول لي اه صح فكرتني بيه يا دكتور. ده بس اللي انا عايزه من الموضوع ده هنا، الريسبيراتوري دايفرتيكولم. طبعا هو الجات دي اندوديرم، فكل ده بيتكون ميوكوزا ميوكوزا ميوكوزا. تبدأ الالونجيشن او العملية بقى تكبر شوية توسع شوية، بتكبر بقى سيادتك وخلاص بتبدأ ان انت داخل في طريق الحياة وداخل في طريق ان انت تطلع من البطن وتعيش بقى، وكمان هتمشي في طريق ان انت تخش طب. يعني الله يكون في عونك انك تمشي طريق الطب ده، الله يكون في عونك بصراحه. لو جينا بصينا للالونجيشن بتاع الدكت هقول لك، فاكر الكرش؟ الكرش هي كانت نازله رفيعه ايه، فاكر بقى الكرش؟ ايوه الكرش ده هو الاستومك، الكرش ده هو الاستومك. ادي الكرش اهو بيسموه فيوسي فورم، فيوسي فورم. لو جينا بصينا هنا على الحتة دي هقول لك الحتة دي تراكيو برونكيال دايفرتيكولوم، طالع منها كده عشان يكون الريسبيراتوري سنتر او الريسبيراتوري سيستم. ده الفاركس ويكون الفارنجال جات، وده الباكو فارنجال ممبرين اللي مقفول بيه. تبدأ الانتستين تكبر وتبدأ الديودينم كمان يكبر، يعمل لوب كده زي ما انت عارف الديودينم بيبقى عامل لوب كده في الحقيقة، والانتستين تعمل لوب كمان عشان تعمل تلف حوالين بعضها وتدي شكل الانتستين بتاع الكبار. وهنا بالظبط عند الليفل ده يبدأ البنكرياس يتكون، يبدأ الليفر يتكون، الجولد بلادر تتكون، المرارة. دي الفيتيلو انتستاينال داكت، ده الالانتويس اللي احنا قلنا عليه، وده اللي هنا الامبليكال كورد اهو. يبقى احنا عندنا في الرسمة دي عندنا الاستومك فيوسي فورم، الديودينال بياخد لوب، الميد جات بتاخد لوب، وفي الاخر خالص عندنا الكلواكا الكلواكا الكلواكا.
نيجي للرسمة دي بقى. هو هفكرك بحاجة كده، هفكرك بحاجة جميلة أوي عشان أعرف بقى الناس اللي كانت سمعت الفيديو بتذاكر والناس اللي ما سمعتش الفيديو وما ذاكرتش. فاكرين الميزنتري؟ يا ده الميزنتري ده دكتور، ده كان الحصة اللي فاتت، ده بعيد أوي دكتور. يا عم بس ده الحصة اللي فاتت من كام يوم. الميزنتري ده انا كنت بقول لك عليه طبقتين، زي ملاية وعملتها طبقتين بالظبط، او جبت ملايتين يا سيدي. فبالتالي في فرق ما بينهم، في فرق ما بينهم. طالما هو دبل لاير اكيد في فراغ في النص. وقلت لك الفراغ ده لازمته ايه؟ لما قلت لك ان الفراغ ده لازمته انه يعدي منه ارتريز، يغذي الاورجن، يعدي منه فين، ياخد الدم من الاورجن، يعدي منه ارتري، يعدي منه فين، يعدي منه نيرفز. ده اسمه ايه؟ ده اسمه ميزنتري. وقلت لك كمان ان الميزنتري بيتسمى حسب الاورجن، حسب الاورجن. طب تعالى كده نلعب لعبة كده سهلة خالص. بص لو بشرحها العيل في ابتدائي هيفهم. تعالى كده مثلا الاستومك، الاستومك اللي هي الجاستريم، ميزو جاستريم. يبقى الميزنتريك اللي ماسك في الاستومك. انت قصدك على المعدة؟ قصدي على المعدة. ميزو ديودينم، يا سلام، ده اللي ماسك في الديودينم. يجي حد يسألني بقى ده هو ده اللي ماسك في الديودينم يا دكتور؟ يا ابني اسمه ميزو ديودينم يا ابني، ما تتعبنيش معاك. ميزو ديودينم. في الميزنتري، في ميزو كولون اللي ماسك في الكولون، هو دبل لاير طبعا، بيدخل منه حاجات للأورجن. ولو خدت بالك هنا ده كده الطويل ده، ايوه ده مين؟ ده مين بقى؟ الناس اللي فاكره البريتونيوم، الناس اللي فاكره البريتونيوم ده عباره عن الابدومينال اورت او الدورزال اورت، ابدومينال اورت او الدورزال اورت، بما انه جنين وامبريو كده وبنتكلم على الامبريو. بص كده على الارتري اللي طالع منه للمعده، اسمه سيلياك ارتري. بص على الارتري اللي طالع هنا هتلاقي اسمه سوبيريور ميزنتريك ارتري. بص على هنا اسمه انفيريور ميزنتريك ارتري. ليه يا دكتور بحفظ اسماء الارتري دي؟ اولا انا محتاجه قدام كتير جدا، جامد جدا، لما اجي اشرح لك بعد كده البلاد سبلاي، لما اجي اشرح لك الانتستين والكولون وكده لازم افتكرك وافتكر انت فاكر الامبريو ولا لا، واقول لك الهايند جات والفور جات والميد جات. طب لازمتهم ايه بقى يا دكتور؟ هقول لك ان الفور جات متغذيه كلها بالسيلياك ارتري، سيلياك ارتري، انما الميد جات متغذيه بالسوبيريور ميزنتريك ارتري، انما الانفيريور ميزنتريك ارتري بيغذي الهايند جات. لو خدت بالك هنا ده الليزر اومنتم اهو، ده الفالسيفورم ليجامنت اللي ماسك الليفر بالانتيريور ابدومينال وول، ده كله كده اسمه الفنترال ميزو جاستريم، واللي ورا ده اسمه دورزال ميزو جاستريم. تاني اهو ادي السيلياك، ادي السوبيريور ميزنتريك ارتري، ادي الانفيريور ميزنتريك ارتري. نيجي هنا للفورجت. الفورجت بيقول لك انها بادئه من الماوس فوق، بادئه من الماوس فوق لحد بالظبط بالظبط السكند بارت بتاع الديودينوم، السكند بارت بتاع الديودينوم اللي فاتح فيه الكومون بايل داكت، فاتح فيه الكومون بايل داكت. هو ملونها هنا بس اللون مش باين قوي، لو خدت بالك في خط كده، هو ده نهاية الفور جات، وهو ده بداية الميد جات. يبقى ده نهاية الفور جات وبداية الميد جات. بيدي طبعا الفايركس، بيدي الريسبيراتوري سيستم، دول مش عايزينهم، دول موجودين في الهيد والنك. الميد جات
بادئة منين؟ أكيد بادئة من حيث انتهت الفرجت، من عند السكند بورت بتاع الديودينام اللي فاتح فيه، أيوة مين اللي فاتح فيه الكومن بايل داكت، وماشي ماشي واخد السمول انتستين، واخد الاسندينج كولون، واخد الترانزفيرز كولون، لحد ما خلص التلتين اليمين، وقام جاي عامل جنكشن كده. شايف فرق اللون؟ شايف فرق اللون ده، جنكشن بتوين الرايت تو ثيرد والليفت وان ثيرد، والليفت وان ثيرد. من بعد كده بقى تبدا انت كده هايند جت، كده تبدا انت هايند جت. الهايند جت بقى هتقول لي تاني من نهايه الميد جت اللي هو الرايت تو ثيرد مع الليفت وان ثيرد، الجنكشن اللي موجود في الترانسفيرز ميزوكولون، وتقول لي وانت نازل 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 نازل، بس اوعى اوعى تغلط غلطه لقينا الكنال، اوعى تقول لي هنا الكنال وهنا صور، اوعى اوعى اوعى. انا بقول لك من دلوقتي تقول لي نصها. يعني ايه نصها؟ يعني تقول لي في الجنكشن بتاع الاوبر هاف بتاعها واللور هاف بتاعها، يعني ما تقوليش لينا الكنال، لا نصها، نص بين النص اللي فوق وبين النص اللي تحت كده، تنتهي مين؟ تنتهي الهايند جت. نيجي للكتاب كده، معلش ثواني عشان نشوف حاجه، نشوف اللي احنا قلناه. احنا قلنا الجت، وقلنا الباكو فارينجل، وقلنا الكلواك الممبرين، وشفناهم وعرفناهم، قلنا الفور جت والميد جت، وقلنا اليولك ساك، وقلنا الفيتيلو انتستينال داكت. طبعا انت لو كنت قريت الكلام ده لوحدك كنت هتقعد تشد في شعرك، والبنات تقعد تشد في شعرها، ويقعدوا يعيطوا، بانك اتاج بقى، ومش فاهم حاجة، وترمي الكتاب على ايه يا عم؟ الموضوع سهل وبسيط، بعد ما تشوفه وتفهمه وتتخيله هتيجي تقرا الكتاب في دقيقة تحفظه. انا شايف ان الموضوع لو انت قريته دقيقة بجد بعد الحصة، لا الدنيا بقت سهلة، الصفحة دي اتعرفت، والصفحة دي خلي بالك مبني عليها حاجات كتير قدام، مبني عليها حاجات كتير قدام. انا طولت فيها عشان عارف ان اللي قدام هحتاج منه الصفحة دي. طب ده الكلام اللي احنا قلناه بالظبط، مفهوش اي جديد خالص، مفهوش اي جديد. انا راجع للكتاب بصراحة عشان انا سبت موضوع البريتونايتس. البريتونايتس هو انفلاميشن في البريتو، انفلاميشن في البريتو. ليه كوزيتيف اورجانيزم يا دكتور؟ اي حاجة فيها انفلاميشن ممكن يكون ليها كوزيتيف اورجانيزم، زي الايكولاي، زي الاستاف، زي ستريبت، ودول المعروفين عندنا او اشهرهم، او اشهرهم زي مثلا واحد المرارة بتاعته انفجرت، او ازاي ده انفجرت، او مش بس انفجرت، هي بترشح كمية حاجات تعمل انفلاميشن، فعملت انفلاميشن في البروتون. perforated ulcer سواء كانت بيبتك، واحد عنده ulcer في معدته، واحد عنده typhoid، acute appendicitis. طبعا الانفلاميشن بياخد المنطقة كلها والمكان كله، فالشخص تيجي تلمس بطنه كده تلاقي بطنه ايه، بيصوت بتوجع، مش عشان انت لمست الابندكس، لا انت عشان لمست البريتون، عنده بريتونايتس. ممكن يبقى جنجرين لو واحد عنده سترانجوليتد هيرنيا، هيرنيا دي يعني فتاء وحتة من الامعاء نزلت، فبدأت تتخنق، بدأ يحصل لها اسكيميا، بدأ يحصل وجع وبريتونايتس، وبكتيريا تيجي والدنيا كلها ايه، تهيص. فولفولس او انتسسبشن، الامعاء مثلا دخلت في بعضها، الكلام ده امراض او ديزيزز هناخدها قدام، فما تقلقش نفسك بيها دلوقتي. الفيميلز البربرال سيبتس او سالبنجايتس،
وخصوصا يعني اللي بيجيلهم انفكشن بعد الولادة، انفكشن بعد الولادة على طول. ممكن هيماتوجينس يعني جاي من الدم، سبتسيميا، بايميا، ووند، حصل ووند بقى اكيد مثلا ايه عرفتوه مش شرعي، بينيتريتنج ووند. انا اللي بشرح شرعي صحيح. بينيتريتنج ووند اكيد عارفين انتوا، لو قدامي دلوقتي كنت اسالكم فيه واحد واحد. احمد ربنا ان انتوا مش قدامي. الباثولوجي بتاعه زي ما بقول لك، ممكن يحصل سيبتيك بريتونايتس، ممكن يحصل ابسس في المكان ده، صديد يعمل على نفسه كافيتي كده ويقعد جواه ويعيش ويهيس، ممكن يحصل ابسس، ممكن يحصل ديفيوز جنراليزد بريتونايتس بسبب ان الانفكشن ده ما قدروش يسيطروا عليه، فاللي حصل ان التوكسين ده او الانفكشن ده راح للبريتون كله فعمل بريتونايتس ديفيوز. الاولاني كان لوكالايزد في حته معينه بس، واحد عنده الزايده فجاي يقول لك جنب اليمين، طب افرض جاي يقول لك بقى بطني كلها، لا لا تقلق بقى، ده كده ممكن يكون ديفيوز جنراليزد بريتونايتس دي فيتال كونديشن. طبعا محتاج كمية توكسينز رهيبة رهيبة عشان تعمل حاجة زي دي، عشان تعمل حاجة زي دي محتاج توكسين رهيبة. ممكن يحصل مثلا بريتونيال ادهيجن، فايبروزس، انتستانال فايبروزس، بيهيل بعد كده بفايبروزس زي ما قلت لك، زي اي فيت بتاع انفلاميشن هيهيل بفايبروزس. ممكن يعمل ايه؟ بريتونيال ادهيجن، يلزق الدنيا في بعض بعد كده بسبب الفايبروزس واللزق والسمغ اللي انت عملته ده. ممكن يحصل كرونيك انستانال اوبستراكشن بسبب الموضوع ده برضو. كرونيك بريتونايتس ممكن يبقى سبيسيفيك معلوم السبب او نون سبيسيفيك غير معلوم السبب. ممكن يكون معلوم السبب زي التي بي بريتونايتس، ممكن يبقى غير معلوم السبب زي الكيميكال اريتيشن مثلا، بنكرياتيك انزايم، بنكرياتيك انزايم اكيوت هيموراجيك بنكرياتيك انزايم. يا لهوي بص، دي من الحاجات اللي بتعمل اكيوت ابدوم، اكيوت ابدوم هنتكلم قدام عنها، بس انا بس بقول لك مدى خطورة الموضوع عشان نتعلم عليه. اكيوت ابدوم، العين بيجي الطوارئ بيصوت، بيصوت حرفيا على طول، انت لازم تخش بص يعني ايه باسرع ما يمكن تطلعه على العمليات على طول، تعمل سونار وبعدها تطلعه على العمليات على طول، تفتح بطنه وتشوف وتنظف وتشوف البنكرياس بص تبقى طبعا مصيبه وبتفضل تدعي ان العين ده ينجو من الموضوع ده. رابشر للأوفيرين سيست، ودي حلقة والله العظيم يعني جاية في وقتها، امبارح امبارح بالظبط في الطوارئ كنا قاعدين ودخلت حالة بنت عندها 19 سنة. انا بقول لك الكيسز دي لان انا عارف ان الامتحانات معظمها دلوقتي بقت كيسز، والاتجاه دلوقتي في جامعات كتير وخصوصا جامعة طنطا ان يجيبوا كيسز كتير في الامتحان، فانا بحاول اقول لك حاجات، احكي لك حاجات بتحصل فعلا عشان لما تجيلك كيس تبقى فاهم. يعني امبارح بقول لك جت بنت 19 سنة بتشتكي من وجع في جنبها، وجع جامد جدا، طبعا كله فكر ايه، يا اما اشتباه زايدة، يا اما مثلا رينال كوليك حصوة. راحت عملت سونار، رجعت بنبص في السونار احنا في البطنة، فكلنا استعجبنا، طلع عندها اوفيريان سيست بس كبير جدا، وفي فلويد، في فلويد، فطبعا طلعت فوق الجراح على طول اتدخل، لان الاوفيريان سيست ده كان هيموراجيك سيست، هيموراجيك سيست بيجي البنات كتير ورابشر فتح،
فعمل ركتشر اوفيريان سيست، عمل كرونيك بريتونايتس. تيومر في البريتونيوم طبعا في برايمري تيومر ممكن يبقى ميزوسيليوما او فايبروما، سيكندري بريتونيوم ممكن يبقى اي جاي من اي مكان تاني خصوصا من الابدومينال فيسرا اللي هو محيط بيها دي، اكيد ممكن تنقله الورم ده.